هذا الشكل النهائي للتمرية، جربوها واعطونا رأيكم. السلام عليكم، أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. هسوي تمرية بطريقتي، مكونات جدا بسيطة وسهلة في نفس الوقت لذيذة، وأسويها دايما وخليها عندي. بس هذه أول مرة أصورها لكم. أستخدمها حق معمول، ممكن أكورها وأسويها كور جوز هند فستق، أو أخليها كده يأكلونها مع القهوة، وأسوي منها عريكة. إن شاء الله أصور لكم إياها، لذيذة مرة وسهلة وبسيطة. أهم شيء تعتمد إن يكون عندكم ماي ورد أصلي، يعني ماي ورد زين، هذا أهم شيء في التمرية هذه. عندي هنا كيلو تمر شلت منه النوى، وعندي ماي ورد نقعته بزعفران، وعندي هنا ملعقتين هيل وخمسين جرام زبدة. يلا قول بسم الله. أول شيء أسيح الزبدة، كل كيلو تمر 50 جرام زبدة، شوف صحة من الزبدة. هننزل التمر، بسم الله. أخلي من 5 دقايق لسبع دقايق مع الزبدة، بعدين أوريكم الخطوة اللي بعدها. وأنا كده أضرب فيه وأنا خليتها 5 دقايق الحين مع التحريك المستمر، بسم الله. وأنزل الحين ماي ورد والزعفران، بسم الله الرحمن. احط هنا البزاز واخليها لما تبرد اغطيه بعدين. لذيذة مرة، جربوها اعطوني رايكم. انا طبعا ما اكورها، دائما اخليها كده يكون العيال مع القهوة، مرة لذيذة. واذا بسوي معمول يكون عندي جاهز، دائما اسويه واخليه بالطريقة هذي، او عريكة كل جاهزة عندي على طول بسرعة. اليوم سويت عريكة على طول، ما اخذت معي. شوفوا ما شاء الله، بس اخليها تبرد وبعدين اغطيها.